دخلنا المعبد. هذه الأصنام والأوثان التي يجتمعون عليها ويقدمون لها القرابين والخمور. الشيطان ألبسه قرونا أو الصنم ألبسه قرونا يتلاعب بهم الشيطان تلاعب غريب جدا. الآن نحن سنبدأ معهم موعظة عن التوحيد واتباع الرسل. يا قلاء يجب أن تتخلصوا من هذا الشرك وتعبدوا الله عز وجل وحده وتكونوا من أهل التقوى وأن توحدوا الله عز وجل. أما الشيطان ما زال يتلاعب بكم وأنتم شباب عليكم سيما الثقافة. آن الأوان أن توحدوا الله وتصيروا من أهل الإسلام ومن أهل النظافة. فاتركوا هذه الأشياء. ما هذا؟ انظر، خمر وطين مصنوع بأيديهم. فالعاقل لا يفعل هذا. ترجم يا مصطفى. نعم يا كتان هذا ما يك يمونا جن مولي يبو يبو أوكي يبو لا يبو سنتنا مي أنا سأقوم بحثي أفهم يبو 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 أنا مولي بلا رفوني جس أنا يبو بو بو أوكي أوكي يبو أبغى أوتشان وجي ناس يعني يبو أوتشان غاولا يا بيبو وين أبغى ما يبو. ولعلكم سمعتم عن الأنبياء. ما وظيفة الأنبياء؟ إنما جاء الأنبياء إلى العالم ليخلصوا الناس من هذا الشرك حتى يعبدوا الله وحده. هذا لا ينفع ولا يضر. تعرفون أن الله أهلك أمما كثيرة بسبب عبادتها للأوثان كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب. أهلكهم الله وأبادهم لأنهم كانوا يعبدون مثل هذه الأشياء. فأنتم في الحقيقة تعبدون شيطانا لا تعبدون هذه الأشياء. قريتكم جميعا أسلمت بالخارج واهتدوا وانشرحت صدورهم للتوحيد. وما بقي إلا أنتم حتى تدخلوا في الهدى. انظر، كل القرية ستصلي وتعبد الله وحده وأنتم تظلون تعبدون مثل هذه القذارة. أحمد الله أن أرسل إليكم دعاة إلى قريتكم يأخذون بأيديكم إلى دين الأنبياء وإلى دين الطهارة والنظافة. لكن من ظل يعبد هذه الأشياء فإن الله لن يتركه يوم القيامة، سيسكنه نارا لا يخرج منها أبدا. هل أحد منكم يقدر أن يظل في النار خالدا فيها؟ لا يقوى أحد على ذلك. وأما من عبد الله وحده يدخله جنة فيها جميع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من المتع، وفوق ذلك رؤية هذا الإله العظيم الذي فوق السماوات. انظروا إلى إخوانكم من أهل القرية، جاءوا أيضا معنا حتى نأخذ بأيديكم إلى الهدى. ماذا قالوا؟ قالوا بإذن الله تبارك وتعالى يتركون عن عبادة أصنام. لكن الله أكبر. انتظر، يعني قالوا سنترك الأصنام. نعم، سيتركون أصنام. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. لكن هذا يقول عنده كلمة. ما هي الكلمة؟ هذا يقول ما دام الذين في خارج كلهم أسلموا الحمد لله، هما أيضا والذين كانوا في الباب يسلمون معنا، ولكن بشرط هم يريدون نحن نقول لهم بيسلموا ويقوم بعبادة الله، ولكن ليس لهم مسجد في هذه القرية. نخرج لتكسر هذه الأشياء وينطقون شهادة الإسلام في الخارج. الشباب الذين كانوا يعبدون الأصنام بالداخل خرجوا بأصنامهم وجاءوا بالأصنام والأوثان. الحمد لله جاءوا وخرجوا بأصنامهم وأوثانهم يخلعون لباس الشرك. جاء الشباب بأصنامهم راضون راغبون في الإسلام والتوحيد، فأخبرهم أن ينطقوا الشهادة مرة أخرى.
أشهد 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن الجنة حق. أنتم من الآن ستتعلمون كبرى شعائر الإسلام مع القرية إن شاء الله تعالى، وتصلون وتوحدون الله عز وجل. ليس هناك أجمل من التوحيد، وإن شاء الله ستشعرون بعظمة هذه الملة، ملة الرسل، حينما تصلون وتذكرون الله عز وجل، وقد انقشع عنكم ضلال الشرك والوثنية. فأنا أريد منكم أن تكسروا هذا الأصنام بأيدي كلهم ذلك. نعم. يعني أنا أقول لك أوتي أنا أقولك إيه أوتي أنا أقول لا حتى يعلم الله أنه ليس يقولكم شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. هل 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 أضرتنا في شيء؟ لا 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 تملكون، إنه طين يعني حتى ليس حجارة. يا بويلو يا كتبي أنا يا بتوع يا بويلو واجي. إنه طين. يعني نفع. ذهب الشرك والحمد لله من هذه القصة. وهذا خير يوم طلعت فيه الشمس عليكم حقيقة، حيث رغبتم في الهدى وأسلمتم وكسرتم هذه الأصنام والثبات على الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.